قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة. السلام عليكم متابعينا، معاكم اخوكم شرف الدين كالعادة يا خاوتي. جيش ميديا ديزات، تهلاو في التعليقات وتهلاو ثاني في اللي لايك. كل واحد فيكم يهبط يخلي الجام تاعو ويخلي تعليق خفيف ظريف ضد الخنزين تاع المغرب اللي هبلوا بالجزائر. وراح نزيد نثبت لكم اليوم باللي مراض بينا تاع الصح يا خاوتي، تاع الصح مهابل. وصلوا لواحد الدرجة انهم يتمناو يشوفوا الجزائر مقسمة، يتمناو يشوفوا الجزائر اقاليم، يعني اقليم شمالي اقليم جنوبي. ولكن في الاحلام تاعهم مراض واش حديروا. هذه هي المهم يا خاوتي، خرج واحد الفيديو لتسريبات صوتية من قبل المراركة، وكما على بالكم اخوكم شرف الدين لازم في كل محضر يحضر ويجيب لكم يا جيش ميديا دي زاد هذاك الفيديو باش تشوفوه وتسمعوا باذنيكم واش يقولوا وتضحكوا تشبعوا ضحك. لانه اصلا الفيديو هذا مضيفوا عليه الجزائريين. نبداو الفيديو نشوفوا كيف كيف ونعلقوا عليهم، نشوفوا الاماني تاعهم والاحلام تاع المراركه. الجزائر ضروري ما تتقسم، وإلا كنا احنا غادي نعيشوا في السعاده والهنا وراحه البال خاصها تتقسم هذيك البلاد وكل واحد يدي حقه، وإلا ما ديناش حقنا خليهم يتقاتلوا مع بعضياتهم. يا خاوتي قال لك الجزائريين سرقوا لهم حقهم. اللهم يتلهاو في بعضياتهم ولا يتلهاو فينا احنا. لاك تو فيب دربا دربا لا كونستيباسيون. شربي اون دوز معكس كبير تاع الماء ما تمنيش عقلك. اللي كتحرقني بالصباح وبالعشيه غنقطعها. نقسموها لانهم راهم وجعونا قتلوا لنا ولادنا. اه جدك واش هذا؟ واش هذا يا الاخت الكريمه؟ واش هذا؟ يا الخنزة وش هذا؟ وش درنا لكم؟ اه يتوجعوا منا يا خاوتي والله، تقول لا يديو سقلة صباح عشية منا. ما اعترفوش بالجميل ديالنا، وش أكثر من هكذا؟ كلك جميل يا خاوتي. وش الجميل تاعكم؟ الخيانة مع الدولة الخيرانسية وزعما حبيتوا تتعاونوا؟ أنتم مراض. وش أكثر من هكذا؟ ونفرض ونلعبوا لهم على النفسيه، نعايروهم ونسبوهم اكثر واكثر. شنو ناقصنا حنايا؟ يلا شنو ناقصنا؟ لا كونستيباسيون لاكتو فيبر ضربه ضربه. هذا واش ناقصكم؟ لاكتو فيبر. انا مع الناس اللي تيقولوا بان الجزائر خاصها تتقسم. او بابا ام دايرين حزب يا خاوتي لتقسيم الجزائر. علاش خاصها تتقسم؟ انا تيبان لي الجزائر لا تقسم ما توقع فيها المشاكل، هذيك هي احسن وقت للمغرب باش يبني صناعه عسكريه. لي غاز لاكتو فيبر ضربه ضربه. الجزائر تخلقات باش تقسم لانها غير شرعيه، والاراضي اللي عندها ماشي 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 شرعيه. كي نقول لك لاكتو فيبر ضربه ضربه سك ضربه ضربه. انا مع تقسيم الجزائر ان شاء الله. انا رشيد نكاز. انا رشيد نقاز. نقاز يا خاوتي. شتوك شتوك كيف يقولوا لنا يا قطعه قطعه. والله صح قطعه قطعه، قال لك نقسموها قطعه قطعه. ام يلعبوا بالجزائر هذا. انا مريم اطراف طراف جو الفوتو نديروا لهم حل سوريا مع تركيا. هذه ما تكون يا خاوتي غير وحده تاع روتيني اليومي، وكانت الطيب كيما نقولوا طارطه وقسمتها طرف طرف، غلطت يعني خلطتها ما بين الطارطه والجزائر. على بلاش بلي غلطت حياتها كي تجبد على الجزائريين. والله مهابل يا طن. وناخذوا الفلوس من الدوله ونصرفوا على يماهم. كي نقول لك لاكتو فيبر ضربه ضربه سيك ضربه ضربه. حنا كنرجعوا الاراضي ديالنا بالتدرج، راه ما هذا الشيء ما فهموش هما. ولهذا حنا غادي نتوسعوا عندنا كنمشوا للمناطق ديالنا اللي تاريخيا معروفه راه الامبراطوريه المغربيه. يا خاوتي منا يقول شوفوا مليحه التوسع، يعني هما اللي راح يتوسعوا، ومنا يقول استرجاع الاراضي تاعنا. اي فهم روحك، فهم روحك يا الخانز. اذا راك تقول هذه الاراضي اللي راك تتكلم عليها تاعك صح، ما تقولش التوسع، تقول استرجاع الاراضي. نقريوكم دركا، نجيبو لكم ورقة وستيلو، هيا شوية كبروا. فعالية اللاكتيتول والألياف يزيل فورا وبقوة الإمساك ويخلص من كل مشاكل الغازات والكولون لمدة طويلة. والله لازم لكم لاكتو فيبر.
لي موديف الفيديو هذا هايل والله ينتحيلك يا اخويا. راك تشوف هبلوا بينا هبلوا بينا لدرجة انهم وصلوا يخموا كما نقولوا يقسموا الجزائر من اجل انهم يبنيوا بلادهم. هذه يعني مرحلة صعيبة بزاف من الهبال، لازم تداويه نفسيا عند اطباء نفسانيين مختصين يعني في هذا الامر. بربي ان شاء الله يلقاو لكم الحل ويمدوا لكم الدواء، يمدوا لكم الدواء هذا اذا ما مدوا لكمش لاكتو فيبر. يا خوتي ياكم تسمعوا، سمعتوا على بالي تشوكيتو انتم ثاني، على بالي تشوكيتو من واش راكم تسمعوا. نساء مغربيات في تسريب صوتي يقول لك حابين نقسموا الجزائر، رجال مراركة يقول لك نقسموا الجزائر، وهذه التسريبات كانت من وسط جروب تاع واتساب، مديرين جروب تاع واتساب باش يتكلموا في الجزائريين، وفي نفس الوقت يقول لك باللي احنا الجزائريين اللي مراض بيهم. انا هذو المراركة راح يخرجوني من عقلي. المنطق ما عندهمش، عندهم الدنيا معكوسة، عندهم الدنيا معكوسة، يشوفوا النساء تاعهم راكم فاهمين، يروحوا كذا وكذا منا من ليه مع بنو صهيون يقول لك احنا بلد الشرف، يشوفوا مثلا النساء تاع كاش بلاصة عفيفات شريفات يقول لك هذو كذا كذا. هكذا صار لهم يا خوتي المراركة، ما همش فاهمين مليح هذه الدنيا كيفاش راهي تمشي، وما همش فاهمين مليح يعني المنطق، لا لوجيك ما عندهمش. سبحان الله، بواش راكم تخموا، بواش راكم تخموا الجزائريين اللي راهم يشوفوا في الفيديو درك كامل راهم شوكيين، يقولوا هذو العباد بواش راهم يخموا، حابين يقسموا الجزائر. بواش يقسموا الجزائر يا خوتي، يقسموها بجروب واتساب فاتحينه ومدارين كشغل حالة يعني ما بين بعضهم وفقط، ها هكذا تتقسم الجزائر. هيا قولوا لي برك هذو عباد، والله نصنفوكم مع صنف آخر، معكمش عباد مستحيل، بالك بالك نصنفوكم مع الحيوانات، الحيوانات وكاباب اللي يقول لك ما تصنفنيش مع المراركة، يعني يقول لك صنفوهم بعد علينا شوية. لأنه الحيوان يخمم بمخه سبحان الله، تماكم تخموا بمناطق أخرى، خليني محترمكم، ولكن انتما ما تحبوش الاحترام، ما تحبوش الاحترام خلاص، ناس تاع رخص وناس تاع بزاق وناس تاع كف وسقلة وكل أمورات هذه يا خالتي. المهم تهلاو فيهم في التعليقات، تهلاو تهلاو في هذو الناس اللي يتكلموا في الفيديو، يا جيش ميديا ديزات تغاو عليهم ورانا مكملين، نجيب لكم غير جديد والفضائح والضحك، تشبعوا ضحك معانا على العياشة. شكرا يا العياشة اللي راكم مزهيين يا مات الجزائري. هيا السلام عليكم خوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.